أهلا بكم يا أحبائي، سنكمل في هذا الفيديو الثالث والأخير درس الثاني بطاقة معايدة من المحور الثامن فن وإبداع. ومن خلال هذا الدرس يصبح المتعلم قادرا على أن يتذكر مضمون الدرس، يدرس شخصية معينة، يبدي رأيا شخصيا، يبحث عن معلومات حول شخصية تغلبت على الإعاقة. ويا أحبتي، جميل أن تجلس في مكان هادئ، تنصت جيدا إلى شرح الدرس، تركز لتفهم المحتوى وتحلله، تقرأ النص عدة مرات. والآن اقرأ النص قراءة صامتة أو استمعوا لقراءة المعلمة في الفيديو رقم 1. هذا السؤال قد مر في الفيديو الأول. السؤال الثالث، بما يتميز الفنان الذي ساعدها؟ وها نحن نعيده ليكون انطلاقة لنا للسؤال التالي. هل تذكرون في هذا السؤال؟ كنا قد قلنا أن الأستاذ طموح ومخلص وداعم للآخرين، وقد استخرجنا معالم شخصيته من خلال عبارات توزعت بين أفعال وكذلك أقوال. إذن في دراسة الشخصية نستند إلى الأفعال، أي ما يقوم به من تصرفات وسلوك وعلاقات، وأقوال ما يقوله بلسانه أو ما يقوله الآخرون عنه. وننتقل الآن إلى دراسة شخصية الفنانة. ادرس شخصية الفنانة. ونحن حتما في دراسة الشخصية نستند إلى الأفعال والأقوال المستخرجة من النص. فمثلا امرأة حرمت نعمة التحرك أسوة ببقية الناس، لكن عقلها الوقاد يتوهج ويتألق ولا يرضى بأن ينطفئ. هذا ما قالته الأديبة عن الفنانة. فتبدو الفنانة في هذا النص مختلفة عن غيرها لأنها مقعدة ولكنها ترفض الاستسلام. أمسكت الريشة بأسنانها وبدأت ترسم. لم يكن الأمر سهلا، إنها مثابرة تتحدى الصعاب. سعت إلى أستاذ يعلمها فن الرسم. الفنانة تبحث عن حلول منطقية لمشكلتها. أريدها رسالة من امرأة، هذا ما قالته عن نفسها، فهي صاحبة طموح ورسالة، تسعى أبدا إلى الاتصال بالآخرين، والأكثر من ذلك هي محبة للتواصل. نور أتمنى أن يسري في كل نفس، غزتها ظلمات اليأس. وأيضا هذا القول عائد لها، إنها تجعل من نفسها مثالا يشجع اليائسين على عدم الاستسلام. تنقل إلى أناس أجهلهم تمنيات الخير والمحبة. أيضا هي تحمل في داخلها المحبة للآخرين، وتعبر عن مشاركة في مهرجان الحياة الدائم والزهو والتألق. إنها تحب الحياة والنجاح. وإلى إبداء الرأي، برأيك ما هي واجباتك كتلميذ تجاه ذوي الاحتياجات الخاصة؟ أيها التلميذ، عليك أولاً أن تتخيل أن لك زميلاً من ذوي الاحتياجات الخاصة، فهل تسخر منه وتبتعد عنه لأنه مختلف عنه؟ بالطبع لا، بل أحترمه وأرحب به. جميل. وإن أراد مشاركتك اللعب فهل ترفضه؟ أيضا لا، إنما أبادر لبناء صداقة معه وأتشارك وإياه في نشاطات مختلفة. ما أروعك. وهل تتعامل معه على أنه أدنى منك أم تعتبره مساويا لك وتحترم وجوده؟ أعتبره مساويا لي تماما وأتفهمه وأتقبل وجوده. أحسنت. إذن واجباتي كتلميذ تجاه ذوي الاحتياجات الخاصة،
التقبل، الاحترام والتقدير، المساندة والمساعدة، التفهم، المبادرة لبناء صداقة معهم، التشجيع، التشارك معهم في أنشطة مناسبة، الاعتراف لهم بمواضع القوة. الآن يا أحبائي شاهدوا معي هذا الفيديو. بين الشمس والقمر حكاية إبداع رسمها الفتى الصغير الذي لم يتجاوز 11 عاماً من العمر لتظهر لوحات فنية تجذب العين والقلب معاً. علي ترحيني الذي صنف من بين الأشخاص الذين يعانون من التوحد وحد الطبيعة في قالب فني رائع. الداخل إلى غرفة الرسم في مؤسسة الهادي للإعاقة السمعية والبصرية يظن نفسه داخل محترف فني، والدهشة تزداد عندما يعلم أن الصور بأجمعها هي من صنع ترحيني نفسه. الريشة والألوان وألواح الرسم كلها طيعة بين يدي ترحيني، والرسام الموهوب يأبى إلا أن يختار الألوان وينسقها وفقا لمخيلته. وإذا صادف مرة أن خرج عن الخط المحدد له بالرسم سرعان ما يلتفت إلى هذا الأمر ويصحح ذلك على الفور. الصور المعلقة على الجدران تحكي حكايته من ألفها إلى يائها، ويبدو للناظر إليه وكأنه رسام محترف. فهل يصدق أحد أن علي ترحيني شخص مصاب بالتوحد؟ ما من شيء يمنع علي من التعبير عن ذاته، فكانت موهبة الرسم لديه مصدر إبداعه وتألقه. هذا الفيديو حالة لافتة عند هذين الشابين، فما هي؟ إنها الإعاقة، فهما من ذوي الاحتياجات الخاصة، فالرسام يعاني من التوحد، ومقدم البرنامج ضرير. أحسنتم، هل منعتهما الإعاقة من تحقيق حلميهما ومن الحياة العملية؟ حتما لا، جميل. وهل جميع ذوي الاحتياجات الخاصة ينجحون في حياتهم؟ سوف نرى مثالاً آخر. والآن جاء دورك لتكتشف وتبحث. اختر إحدى هاتين الشخصيتين وابحث عن معلومات حولها وفق ما يلي. الشخصيتان هما طه حسين وبيتهوفن، وعليك أن تجيب عن هذه الأسئلة. ما جنسية هذا الشخص الذي اخترته؟ ما المشكلة التي عانى منها؟ ومتى تم اكتشافها؟ كيف استطاع التغلب عليها؟ بما اشتهر في العالم؟ وفي نهاية الفيديو سنسترجع المكتسبات معا. لقد تعرفت في هذه الحصة إلى كيفية دراسة شخصية معينة، كيفية إبداء الرأي الشخصي، طريقة البحث عن معلومات. في أمان الله يا أحبتي.